عارف احنا الظلم اللي والحيف اللي وقع على نادي النجف من خلال نقل مبارياتنا كلها على خارج ارضنا. يعني تشاهد احنا لعبنا بالديوانيه، رجعنا لعبنا بالسماوه، رجعنا لعبنا ببغداد، رجعنا للنجف يومين ورجعنا لبغداد لعبنا ببغداد، والان رجعنا للنجف ورجعنا لبغداد لعبنا مع كانت مباراتنا مع الكرك وتأجلت. احنا الوحيدين الان اللي لعبنا اربع مباريات، يعني عندنا مباراتين هي مؤجله، مباراه نفط الوسط اللي خسرونا بيها. يعني حتى اقول لك استاذ علي من خلال يعني لجنه الاستئناف طعنا، يعني طعنا احنا بالقرار ويعني ما اخذت بالقرار، لكن احنا الان اداره النادي اتصلت بالمحامي نزار احمد ونسقت معاه خلال 29 يوم وعدنا انه يجي قرار لصالح نادي النجف. وين اشتكيتوا بالضبط؟ محكمه الكاس. اها نعم، لان هي اعتبرت شنو؟ اعتبرت يعني قرار مجحف بحق نادي النجف، الكل مرض به، لا من جمهور لا من اداره لا من لاعبين لا من كادر تدريبي. فرغم المبالغ اللي يعني هم ما عندهم مبالغ نادي النجف، لكن هاي الـ يعني القضيه اعتبروها قضيه تحدي بين الحق والباطل. يعني ما اعرف من باب نادي النجف تقولون ما عندنا فلوس، ودعوه محكمه كاس تكلف الكثير كابتن حسن. يعني وبشكل او باخر ما ردنا نوصل الامور لهذه المرحله، يعني ما كانت اكو طرق اخرى؟ والله الطرق الاخرى يعني كلها احنا يعني طرقناها، والاخ استاذ رحيم لفته يعني كان الى رحلات مكوفيه لبغداد وما سوى شيء وما جاب مستمسك اللي يثبت، يعني كل المستمسكات تثبت انه نادي النجف القديم هو مرخص، ولعبنا السنه الماضيه عليه خمس مباريات، وهالسنه يعني استثنت الانديه من التراخيص فنادينا كان مرخص، لكن جبرونا انه يودونا على ملعب الخصم واحنا هذا ما رضينا به واعتبرونا خسرانين 3-0. قدمنا استئناف، قدمنا الوثائق، لكن رجعوا يعني ما انطونا القرار اللي ينصفنا. زين، الاموال منين راح تدفع؟ انا اللي اعرف نادي النجف ميزانيته خاويه. والله حتى يعني الجمهور يعني طلع للملعب وقال حتى لو احنا نجمع بياناتنا، لان تعرف انت حدد يعني المحامي نزار حدد المبالغ هي 24000 دولار. ممكن انه يعني نقول نضحي لنا يعني عقد لاعب بس انت الحق يرجع لك، لان ما ممكن انت الان كل الانديه ظلمتها، لان انطيت المنافس الان متصدر هو من خلال الثلاث نقاط والثلاث اهداف اللي اخذها.